وكان ايضا الكشاف للمواهب في نادي برشلونة. عادت هي من جديد لتصلون المحاولة الاقرب هي مرتدة لمنتخبنا العراقي. التسويب من مكان بعيد والتصدي رائع. نعم ياتي الابعاد والانقاذ بصاروخ عراقي يطلق من وسط الملعب. تسديدة رائعة لكن يتصدى لها الخبرة سليمان عبد الغفور بهذه التسديدة الجميلة المثيرة من مكان بعيد. هي روعة ولكن تصدى. كان متواجد سليمان عبد الغفور لكرة اللاعب أحمد بعد التصدي لتلك الكرة الرائعة من مكان بعيد. سين شاهد حتى الآن ركنية أخرى لمنتخبنا العراقي. يسود رافدين تلعب هذه الكرة بالرأس. يأتي الإبعاد تتخلص علي فاز. للعراق عراقاني عراقاني اليدك باب محفوظ يصيح. نعم يسجل اول اهداف في المباراة يفعله علي فايز. يضع العراق في مقدمة المباراة بالدقيقة التاسعة. نعم لعب لنادي القادسية الكويتي ومثل الاندية الكويتية. علي فايز يضرب الموعد بالمباراة بالدقيقة التاسعة والهدف الأول لمنتخبنا العراقي لأسود الرافدين. هدف جميل بعد أن أراد أن يبعدها المدافع لكن خادعت الحارس وجاء الهدف الأول لمنتخبنا العراقي لأسود الرافدين. شاهد فرحة الجماهير شاهد احتفال الجماهير. وضع هذه الكرة هنا في الزاوية اليمنى بعد أن غيرت مسارها وأراد أن